جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نسيت المرأة أن تقضي أياما أفطرتها بسبب العذر الشهري، فماذا عليها إذا ذكرتها؟ جزاكم الله خيرا. عليها إذا ذكرتها أمران، الأمر الأول القضاء، تقضي هذه الأيام لأنها دين في ذمتها. وعليها الأمر الثاني إذا تأخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر فأكثر، فإنها تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو نصف عن كل يوم، كفارة عن التأخير بعدد الأيام. نعم.